أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو في يعني أن حسن الظن بالله عز وجل، فقال عز من قائل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، أنا عند ظن عبدي بي. الحسن البصري إيش يقول رحمه الله؟ يقول: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. إحسان الظن والتفاؤل يقتضي أن تعمل، ما يقتضي أنك تجلس وتقول: يا أخي اللي يجيب ربنا، أنا متفائل خير. يا أخي اعمل، وقل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لا بد من العمل. فما يصلح أن الإنسان يقول: أنا متفائل بأن أجد وظيفة، قدمت لينكدين والمواقع مهنتي دوت كوم كذا، أبدا ما قدمت. طيب يعني كلمت أحد؟ أبدا. طب كيف؟ السماء لا تمطر ذهبا، لابد أن تعمل. فهذا من التواكل، وهذا ليس من التفاؤل الحقيقي. ويعقلها ويتوكل، لابد أن تعقلها وتتوكل كما جاء في الحديث. لكن لما تعقلها ما تخنق الجمل وتقضي عليه، بل يعني لابد من التوازن في هذه الأمور والأسباب، مع ربط القلب دائما وأبدا بالمسبب عز وجل. نعم، جميل يا شيخ.